خلينا نقول حاجة مهمة قوي، إن كل واحد فينا قادر يكون مفتاح للخير. مفيش حد إلا وعنده مدد من ربنا سبحانه وتعالى، مفيش حد إلا والله سبحانه وتعالى أمده عشان يكون مساحة سعة وبركة ونور على الآخرين. ما تقفلش على نفسك، لأن أول واحد بيتقفل عليه باب الخير لما تكون مغلاق للخير مفتاح للشر هو أنت. خلي بالك أنت قلبك مفتوح على عطاء ربنا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. لو أغلقت على الناس أنت في الحقيقة أنت لا تغلق على الناس، ولكن تغلق على نفسك فتحا كان أرسله الله سبحانه وتعالى لتذوق من حلاوة إن فتحنا لك فتحا مبينا. الله سبحانه وتعالى بيعطي العباد مش عشانهم بس، بيعطوا العباد عشان يمرروا خيرهم وبركتهم للناس. شاركوا الناس في خيركم، وشاركوا الناس في الأفكار، وشاركوا الناس كمان في المحبة، شاركوا الناس كمان إن أنتوا تسهلوا عليهم طريق الخير. ما يبقاش الواحد عايز عشان هو يبقى قريب من ربنا يبقى هو الوحيد اللي قريب من ربنا. اتعلموا معنى مهم جدا، إن أنت لو بتحب ربنا صدق الحب هو أن تجعل حبيبك حبيبا للكل وليس حبيبا لك وحدك. لو أنت صادق في محبتك لربنا اجعل كل الناس تحب مولانا. وأكتر حاجة شفتها تفتح أبواب الناس للخير والمحبة إن أنت تفتح قلوبهم لنعمة ربنا. وما شفتش حاجة أبدا تخلي الناس تذوق نعمة ربنا إلا إن يجي حد ويشاوروا عن النعمة دي ويشوف النعمة دي. كتير من الناس بيغفلوا عن نعم ربنا فيهم، ويجي الشخص اللي ربنا يجعل الملائكة تنطق على لسانه، ويجعل مدد ربنا يظهر بنوره في قلبه وفي كلامه وفي تصرفه، اللي مدحه حضرة النبي وقال إن هو من أهل الجنة، الشخص اللي بيفتح قلوب الناس عشان يكونوا من أهل الخير. يا رب الهمنا إن احنا نكون من أهل الخير، والهمنا إن احنا نكون مفاتيح للخير عشان نكون مع خير إنسان وأحب عبد للرحمن صلى الله عليه وآله وسلم. وجعلنا يا ربنا في ساحتك عارفين إن انت بتحب الخير وبتحب الطيبين، والطيبين هم الخيرين. اجعلنا يا رب من الخيرين، واجعلنا من الطيبين، واقبلنا يا رب العالمين في رضاك وفي مددك وفي ساحتك وفي حضرتك، لكي نكون من أهل السعادة في الأولى وأهل السعادة في الآخرة. يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، هبنا رحمة ونورا في كل وقت وحين.